اهلا بيكو في حلقة جديدة من حلقات رزع محلي. هات الكاميرا علي، هات الكاميرا علي، تعال تعال ما تخ... طبعا انت مستغرب جدا سر الجنن وطالع لي عامل كده ليه، بروان شيبه، لكن احب اقول لك ان انا بردان جدا وهنا الدنيا برد، وحلقه رزع محلي فقلت اطلع بالكاستيوم ده بقى في الحلقات دي، هلبسها كل حلقه لحد ما الشتاء يخلص في حلقات رزع محلي اللي قررنا ان احنا نعملها كل اسبوع زي حلقات رزع اوروبا. هنتكلم فيها عن ملخص اللي بيحصل في الاسبوع في الايجيبشن ومتعه الدوري المصري. حلقة النهاردة جايين باختصار نتكلم عن صفقات الاهلي والزمالك، ومين هيتقيد في الاهلي ومين هيرحل من اللعيبة الافارقة والعربيين. هنتكلم على نوش حصل في الاهلي ولعيبة بتعترض ولعيبة بتكسر ولعيبة بتشتم لأول مرة بقالنا فترة كده ما ينفعش نسمع الكلام ده، أدينا سمعناه فهنتكلم فيه. هنتكلم على نادي الزمالك ومشروع قناة الزمالك اللي حقق ربح قبل ما القناة تفتح، هقولك ازاي وهقولك ايه اللي خلى القناة دي تخلي الزمالك ماشي في هدوء دلوقتي. ده طبعا بغض النظر عن مشكلة قطر الزمالك هيروح ولا لا، ايضا هنتكلم في الموضوع ده. واخيرا الرزع اللي بيحصل في اتحاد الكورة مع شوبير والتصريحات اللي طلع عليها مؤخرا وترشيحه كرئيس الاتحاد في الانتخابات الجاية، والفار is coming زي الوينتر is coming، فار is coming to the Egyptian League. ده مش هينفع نفوت الحلقة من غير ما نتكلم فيه النهاردة. اعمل لايك وسبسكرايب وافتح التنبيهات وهات عبايه كده وخليك تحت البطانيه واعمل شاي، ويلا نشوف اللي بيحصل في المحل عندنا. نبتدي الحلقه رزيعه من اتحاد الكوره. اتحاد الكوره اخر الاخبار وجود عمرو الجنايني في ماتش ليفربول ويونايتد، بعد ما الراجل كان هناك عنده شغل يعني تبع بنك وبتاع، فقرر الراجل قدومه الى الماتش اللي صلاح جاب فيه جون، واتكلم مع صلاح بعدها، اتكلم واتناقش معاه. طبعا عارفين اخر الحلقه عملناها عن صلاح وسبب رفضه ان هو يجي بسبب اتحاد الكوره والمشاكل. عمرو الجنايني مشكورا حاول يتكلم معاه واتناقش هل المشاكل اللي هتكون موجوده دي خلصت، الله اعلم، لكن دي اخر التطورات. اخر اخبار اتحاد الكوره الثانيه كانت عند شوبير لما طلع اتكلم في لقاء حصري مع هاني حتحوت، يشكر جدا الراجل على المقابلة الصحفية اللي عملها مع شوبير وخلاه يطلع من العباية الإعلامية ويتكلم الراجل بكل فضفضة، فمن هنا بنشكر الراجل، عمل لقاء حلو قوي. يلا يا عم هاني اهو بنبعت لك رزيعة من عندنا. شوبير اتكلم على او اهم خبر قاله ان الراجل مقرر يترشح كرئيس لاتحاد الكورة في الانتخابات الجاية، واتكلم على مناوشات بقى وشوية تحس كده طلع شويه عداوه بينه وبين هاني بوريده، واتكلم على هاني بوريده وان هو لسه مازال الراس الكبيره، وساله على عمرو الجنايني قال له لا عمرو الجنايني جميل ومحترم وعلى قد السنه دي وتمشي، لكن اللي مسيطر واللي اتكلمنا عليه في حلقه الجوائز وقلنا ولحظه استلامه الجائزه اللي هو الراجل طلع استلمها بدل عمرو الجنايني فهو المسيطر حتى الان. شوبير طلع قال ده، شوبير طلع قال ان بيحاربوه وعاملين زي لجنه مفصله على شوبير عشان ما يترشحش، يدل على قوته. ففي جذب وخد وهات والدنيا فيها سبايسيز كده، لكن المثير دايما هتلاقيه عندنا. يعني مازال ما عندناش كاميرات بتصور يا جماعه، ومازال ما عندناش اي نيله ولا كور واحده ولا شكل يعني. وقال لك الفار بقى، حضرتك شفت المصايب اللي بتحصل في الفار في الدوري الانجليزي؟ شوف بقى هيعملوا ايه عندنا. يعني ده الناس في انجلترا قعدوا يتدربوا عليه قبلها سنة ومازال الناس معترضة، ما بالك انت ناوي تجيب الفار ومن غير ما يتدربوا عليه وفجأة تقحمنا انت ما عندكش كاميرات. يعني الفار ده هيجيبه منين؟ من الساتلايت فوق؟ بس يا جماعة الموضوع غير مفهوم بالمرة. طيب كل ما يعني يجي الفار سيرته تفتكر الشاشة الصغيرة اللي هي تلفزيون 3 بوصة ده والراجل قاعد بيبص عليها، اكتب ايجيبشن فار على جوجل هتلاقي الصورة دي. فالواحد مش متفائل لان ده قرار متسرع. تمنين ان الفار يكون موجود زي دول اخرى زي السعودية وشغال زي الفل، لكن واحدة 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 يا عم، واحدة واحدة امي بتقول لك واحدة واحدة عليا، عشان كده الموضوع هيقلب بزراميط، هيبقى كل اسبوع الدوري المصري يتشهر من اللي هيحصل بسبب الفار.
حصل ايضا تاجيلات الزمالك والمصري والاهلي وانبي، حصل تاجيلات، والمره دي التاجيلات مش جايه من اتحاد الكوره، التاجيلات جايه من الكاف. الكاف اللي قرر فعلا ان الزمالك عنده ماتش مازيمبي والاهلي عنده ماتش النجم، فصعب عليهم الماتشات القريبه الحد والاربع وده يلعب الجمعه، فقال لك لا، فالتاجيلات مش جايه من عند الاتحاد المصري، فما نقدرش نلوم حد النهارده. لكن هل التاجيلات دي بقى هتاثر في حاجه؟ اكيد احنا بنتعك اول ما يحصل، يعني نشوف التاجيلات دي يحصل لنا بقى ايه الجدول باظ خالص في مخنا. ليه؟ لان عندك سوبر حضرتك اهلي وزمالك لازم يتلعب لان الاعلانات اتدفعت والسبونسرز، فده كده كده ملعوب. عندك الزمالك رايح قطر ان شاء الله هنتكلم في الموضوع ده، بس يعني عنده بطوله مع النجم هيسافر ايضا، فاللي هيتاجل هيبقى ماتش الاهلي والزمالك. واسمع مني اهو، يعني افتكر ان انا قلت لك قبلها هيجوا فمش هيعرفوا ياجلوا اي حاجه من التانيين، فهياجلوا ماتش الاهلي والزمالك بتاع الدوري تاني. تاني دي كانت يعني الاخبار اللي جايه من الاتحاد والاخبار من فوق. لو مسكنا بقى النادي الاهلي، النادي الاهلي عنده دلوقتي حضرتك صفقات، ابرز صفقات الاهلي هم الصفقتين اللي عملهم. طبعا اول صفقه كانت كهربا جه ونيني وجاب جوان والدنيا مولعه، وتسال الزملكاويه يقول لك لا مش متضايق، وتسال الاهلي يقول لك مبسوط بيه جدا، وكلام من هنا وقمح والدنيا مولعه والدنيا هايصه خالص. كهربا لاعب مفيد، اكيد لاعب مفيد، يعني اختلفنا زملكاوي اهلاوي بتتكلم بعقلانيه، لاعب مفيد جدا هيضيف لك كتير جدا، خصوصا لو ظبط شخصيته وانتظم جدا مع شخصيه النادي الاهلي والقوانين بتاعت النادي الاهلي. راجل بيديك جناح، راجل يديك مهاجم مختفي، راجل يديك صانع العاب، اكيد في ظل الغيابات ورمضان صبحي وجيرالدو اللي هيتباع ولا لا، راجل زي ده يكون عندك اكيد هيضيف لك في افريقيا وفي الدوري المحلي. الصفقه الاخرى كانت اليو بادجي، الراجل المرعب اللي جه، الراجل واقف جنب قالو ديانج اللي هو اصلا مرعب، شكله ارعب منه، فالراجل يعني بسم الله ما شاء الله. اللاعب السنغالي صاحب ال22 عام، الاهلي كان محتاج مهاجم بقاله فتره كبيره جدا، اخيرا هو ده اللي استقر عليه النادي الاهلي. طب مين اليو بادجي؟ سريعا لان عارف ان الناس كتير قوي اتكلمت، اللاعب السنغالي اللي كان بيلعب في منتخب الناشئين السنغالي، الراجل كان من البروسبكتس الكويسه في افريقيا، راجل بيلعب في رابيد فيينا في النمسا. تسالني ايه رابيد فيينا ده؟ ايه ده؟ ده نادي كوميدي. اقول لك لا، النادي ده هو النادي المنافس لنادي سالزبورغ، الراجل اللي كان مع ليفربول وشفنا الفريق اللي بيوصل تشامبيونز ليج، ده المنافس بتاعه في فيينا. طب اليو بادجي يعني حلو؟ اقول لك يعني اكيد هو مش الاسطوري، يعني اكيد ما كانش كمان نجم الفريق هناك، بدليل ان هو جه الاهلي، عارف اللي هو ايه، هالاند ومينامينو راحوا ليفربول ودورتموند، ده بيعمل داون جريد بينزل الاهلي. مش قصدي خالص ان الاهلي اقل بكتير، لكن طبيعه الدوري ده لما اللعيبه تنجح قوي هناك بتطلع على اوروبا من النمسا، ما بتنزلش تاني افريقيا، لكن ممكن يكون مستواه يأهله بقى ان هو يلعب في افريقيا بالقوه البدنيه بالدوري المصري، ان هو مش صعب قوي، فممكن الاهلي يستفيد منه جامد، خصوصا ان انت ما عندكش النبغه قوي في هجومك، فانت مستني اي حد يطلع اي حاجه جديده. والراجل هياخد 700,000 يورو في السنه، وهيتضاف عليهم 50 كل سنه حاجه اضافيه. لكن مشكله اليو بادجي الوحيده ان هو عمل ازمه في النادي الاهلي، عمل ازمه رحيل اللاعب اللي هيمشي بداله. هنا نيجي للمشكله وللنا نوش اللي حصل مؤخرا. عادة ما بنسمعش ان اللعيبة بتعمل عوق وبنسمع عنه وبيتكلموا في الصحافة وبيطلعوا يقولوا، ده موجود دلوقتي في الاهلي مع كذا لعيب. طيب مين اللعيبة اللي مفروض انها ترحل في بديل لبادجي؟ هتلاقي عندك معلول وديانج، قالوا ديانج اللاعب اللي لسه جاي، واجايه، وبتهيالي التلاتة دول مستبعدين تماما ان حد فيهم يمشي. وعندك الاتنين اللي عليهم الجدال، ازارو وجيرالدو. أزارو الراجل مستواه مش ثابت، الراجل حصل مشاكل كتيره جدا مؤخرا خالص، عدم اقتناع فايلر بيه، الراجل مش بيحطه في التشكيله، الراجل ما بيلعبوش اساسي، حتى ان سمعنا ان أزارو اعترض وكسر الترابيزه وشتم فايلر واحتد عليه واتعصب جدا وما بقاش يجي التمرين، والاهلي بيفرض عقوبات. الدنيا في كده، فاهم قصدي؟ طب امشي يا عم أزارو. أزارو يرفض الرحيل على سبيل الاعاره، عايز الراجل يمشي، عايزين تمشوني
خليني انا امشي دلوقتي فري ايجنت اروح بقى الفريق اللي انا عايزه. الاهلي رافض، الاهلي بيهدده ان هو هيقعد في الريزيرفز ومش هيلعب وهيبقى مكانه زي صالح جمعه اللي ايضا عامل مشاكل. صالح جمعه انهى الحمد لله يعني مسيرته في الاهلي، الواحد انبسط بالخبر ده. خلاص فايلر رفضك الحديث عليه، رفض ان هو يذكره حتى وقال لك يعني ربنا يوفقه بقى بعيدا عن النادي الاهلي. صالح جمعه طلع في حوار ايضا يشكروا فيه الجول انهم قدروا يطلعوا حديث من صالح جمعه كده، لكن هو برضو ما كانش ده موجود في النادي الاهلي ان حد يطلع يتكلم ان بيحصل ظلم من المدرب وما بيلعبنيش في التشكيله. يا صالح عشان بس الكلام كتير وانتوا عارفينه، اصل ده مش واحد، ده كله مش مجتمع عليك، يعني مفيش مدرب جه والحمد لله انهم مش مصريين، عارف المصريين اقول لك اه بيكره صالح وعنده مشاكل مع مثلا، لكن ده كل اللي بيجوا الاهلي اجانب مش مقتنعين، والمدربين حتى لاسارتي ما اقتنعش بيك، واجي كل الناس ما كانتش مقتنعه بيك، انت لاعب مش مجتهد، انت لاعب ما بتديش نفسك فرصه، لاعب عنده موهبه محدش يختلف عليه، لكن خلاص يا جماعه اللي ما بيجتهدش ده اخره، مش هنرغي بقى كتير في الموضوع ده. وبالمناسبه والله والله يعني ده خبر حصري، انا بالصدفه بحثيه معدي حوالين نادي الزمالك في المهندسين، معدي لقيت السايس بيقول يا كابتن عربيه كابتن صالح المفتاح بتاعها، وده انا يعني مش حد بيحكي لي، والله ده انا. هل ده كلام يدل ان صالح جمعه في الزمالك؟ لا، لكن صالح جمعه بيتكلم مع الزمالك ده شيء انا شفته بعيني، يعني ما حدش قال لي ولا انا بقول لك، انا شفت العربيه وسمعت خبر، حتى ما حدش بيقول لي ده كده بيكلم السايس التاني عشان ياخد المفتاح. تمام تمام. غير كده اللعيبه دلوقتي رافض الاعارات، يعني كله بيتكلم بقى لا انا مش عايز ارجع تاني، ما فكك بقى من موضوع الاعاره ده، عايز تبيعني بيعني دلوقتي او اكسر عقدي او نشوف هنرسى مع بعض الايه، لان كده شكل فايلر مكمل ولا صالح عايز يطلع اعاره ولا مارسيلو حسين السيد. تقول لي هو لسه بيلعب؟ لسه بيلعب، جاي له عقد من السعوديه، ده ايضا برضو اظن ان مسيرته هتنتهي مع الاهلي. واخيرا صلاح محسن، صلاح محسن اللي فايلر قال لك لا ماليش دعوه بقى جه فيه بكام، تركي دفع فيه كام، دي حاجه تخصكم انا مش مقتنع بيه. صلاح محسن مش مقنع حتى في بطوله افريقيا للناشئين، لما شفتها في الملعب ما هو يعني بعيد ان هو يكون في تشكيله النادي الاهلي الاساسيه. هل هيمشي؟ هل هيطلع اعاره بقى الراجل ده؟ برضو الايام اللي جايه هتثبت كتير. كان جاي له عقد من دورتموند بيقولوا صلاح محسن بدل سانشو. الاهلي بقى هيبقى عنده مشاكل، مشاكل في افريقيا قد تكون مشاكل في الوقت القصير في التفكير فيها. الاهلي محتاج 4 نقط في الماتشين اللي جايين، بدايه من ماتش النجم اللي جاي لك يلعبك في القاهره. النجم طبعا اللي بيدربه جريدو مدرب الاهلي السابق، الراجل وصل مع الاهلي في افريقيا كتير، فالماتش مش هيبقى سهل على النادي الاهلي. لكن انا باحترامي كل الاحترام والله للنجم وللهلال، ولكن المجموعه سهله، المجموعه الاهلي كان يقدر يطلع منها بكل سهوله. الاهلي عصر نفسه شويه، الطرد بتاع ماتش النجم اللي ضيع لك الماتش مع تعادل بتاع بلاتينيوم اللي مفروض بلاتينيوم كنت تاخده رايح جاي، خلاك في الموقف الحرج ده وحسبة بيرما انك لازم تكسب النجم في القاهره، واللي الاهلي قادر يعمل كده مع فايلر بكل سهوله لو لعب كورته اللي احنا بنشوفها. لا قدر الله ما حصلش كده للاهلي، الاهلي هيبقى مضطر يكسب الهلال السوداني هناك في الهلال، ودي هتبقى مهمه بتهيالي اصعب كمان انك تكسب النجم هنا، لكن بقول لك كل حاجه وارده في ايد الاهلي. الزمالك الناحيه الثانيه هتلاقي عنده هدوء مع كارتيرون اللي بيعمل روتيشن وبيكسب ماتش طنطا وبيكسب ماتش الجونه وماشي باستقرار وبيكسب في افريقيا، تحس ان هو عكس فايلر، الراجل يعني قد تعثر شويه في الدوري او الزمالك اصلا كان متعثر، لكن هو عنده خبره افريقيه مش موجوده عند فايلر، فايلر لسه جديد في الساحه، لكن كارتيرون الراجل برضه واصل فاينل، الراجل لعب في افريقيا، الراجل عنده خبره كبيره، عارف يكسب الماتش امتى ويتعادل امتى وياخد من هنا النقط ازاي، فماشي بالزمالك تمام. الزمالك مهمته في افريقيا اسهل بالاهلي بكتير، الزمالك محتاج نقطه واحده من الماتشين الجايين، عنده مازيمبي جاي له، مازيمبي اللي هو مخلص وضامن التاهل، طبعا مش هيسيب له الماتش، لكن فرصه عند الزمالك ان هو يكسب مازيمبي في القاهره، انت كده كده مفيش فرق مصريه كانت بتحقق النتيجه الجيده هناك في مازيمبي، فالزمالك خسر، المتوقع ان هو ان شاء الله يكسب قدام مازيمبي، لو ما عرفش يكسب او خد نقطه وتاهل على طول هيبقى هو عايز عنده دافع كمان ان هو عايز يطلع اول ويتفادى فرق جامده ولا حاجه زي النجم مثلا ان هو يخبط في النجم. فالزمالك محتاج
المهم ايا كان يطلع بنقطه يطلع بثلاث نقط، لو ما طلعش من ماتش مازيمبي هيطلع من الماتش الاخير قدام بيترو اتلتيكو بالنقطه دي او الثلاث نقط كمان، فالموضوع في الايدين خالص. الزمالك لعبته بتفوق وابرزهم ونجم وابرزهم بن شرقي اللي ابتدوا يدخلوا في اجواء الزمالك، ابتدوا يدخلوا في الفورميشن، الراجل ابتدى يفهم لعبته، شيكابالا ايضا بيظهر بمستوى مقبول جدا، وتحس ان الزمالك بتفرح جدا لما شيكابالا يقدم ماتش حلو ويرجع الراجل الليجند بتاعهم يشتغل، كل دي اجواء ايجابيه جدا. طيب ليه بقى الحاله الحلوه والهدوء والفوز والاستقرار ده شغال؟ اقول لك لان مسؤولين نادي الزمالك مشغولين جدا في قناه الزمالك او زمالك تي في المشروع الجيد جدا اللي بيحصل. مبدئيا الف مبروك لكل الرزيعه الزملكاويه، مشروع حلو، مشروع معمول شيك، يعني شفنا بصراحه بدايه مشرقه. اولا هتفتح يوم الاربعاء الساعه 11 بالليل، ده الافتتاح الرسمي، يعني البرومو معمول حلو قوي، الاغنيه رائعه، معموله تصوير نظيف، حاجه شياكه ابعد ما يكون عن قناه الحدث اللي نتمنى تكون نهايه قناه الزمالك او ارتباطها باي حاجه ليها علاقه بالزمالك. لكن شفنا حاجه ابرز كمان، شفنا ان بيقولوا فعلا ملهاش علاقه بمرتضى منصور وانها مداره من شركه اعلام المصريين، فده شيء كويس، شيء يبعد التدخلات والشخصيات. شفنا ناس متخانقه وبتشتم في مرتضى موجوده في البرومو، موجوده في الاغنيه، فده في حد ذاته حاجه ايجابيه جدا. نتمنى انها ما تكونش تحت سيطره مرتضى منصور والمدخلات والكلام، لكن انا سمعت ان هو ليه برنامج اصلا لوحده، فبرضه ده شيء انا مش ده شيء مش ايجابي خالص بالنسبه لي، حاجه عكننت عليا شويه الخبر، لكن نتمنى انها تكون تحت اداره جيده من اعلام المصريين. طيب تسالني القناه هتكون موجهه؟ اقول لك اه، ومفروض تكون موجهه لقناه زمالك اسمها زمالك تي في. هل هتكون فيها عنصريه؟ ده اللي مش مفروض يحصل. نتمنى بقى ما تكونش فتحه خير علينا بين مع قناه الاهلي وقناه الزمالك، وده يرد وده يقول وده يقعد بالليل يشتم وده يقعد بالليل بقى في السهره نقبح. اتمنى يعني تبصوا على قناه ليفربول، بص على قناه يونايتد، ما بيجيبوش سيره حد يا اخوان، ده يا جماعه قناتكم المفروض ما تجيبوش سيره الاعداء عشان ما نذكرهمش حتى، نتكلم على نفسنا. هات اجوان قديمه، هات اخبار الفريق، هات انتقالات، هات جهد جيمز، اعمل اي حاجه بعيدا انها تبقى سبوبتين فاتحين قدام بعض. ده انا على جمل. خبر مهم جدا هو قطر، الزمالك هيروح في قطر ولا مش هيروح يلعب في قطر؟ 80% 85% وخدها مني، الزمالك رايح يلعب في قطر. قعد مع المحامي الدولي بتاع نادي الزمالك، المحامي اللي هو بيقول لهم ايه اللي هيحصل لو عملنا كذا وايه اللي هيحصل لو ما رحناش، قال لهم يعني اتوقع تترزعوا، يعني بصوا فيها 3 سنين افريقيا، فيها غرامات، فيها بلاوي، هتحصل. فالزمالك هيروح، الزمالك بيأمن، يعني عشان بس ايه نبقوا عارفين، قال لك القرار عند الرئاسه وعند الرئيس ووزير الرياضه، هم يقولوا لي روح هروح. فالزمالك هيروح يلعب ضد الترجي، لان ده شيء مش في الامكان ان هو يخسره الزمالك. اخيرا وليس اخيرا، صفقات الزمالك كانت صفقه واحده، قدوم عودة كاسونجو، الراجل بدل حمدي النجاز، قالك حمدي هيرجع وقعد مع مرتضى، خلاص حمدي اتشال من القايمة ودخل مكانه كاسونجو اللي انا شايف ان هو اضافة كويسة جدا. هل هيلعب بقى مع يعني مصطفى محمد قدام معاهم؟ هل هيلعب مهاجم تاني؟ هل هيبقى هو اصلا بديل ليه؟ كل ده برضو هنشوفه، كارتيرون هيوظفه ازاي، وهو اللي صمم ان هو عايزه الراجل، يعني هو اللي قرر انا محتاج المهاجم ده، فدي صفقة كويسة جدا للزمالك. لعيب واحد عامل المشكله دلوقتي هو خالد بوطيب. بوطيب الف سلام عليه، الراجل مصاب، الزمالك حاول يتفاوض معاه، قال له خد يا عم مستحقاتك بتاعت السنه وبتاع واخلع بشياكه، مفيش عروض، ولما انت مصاب ولما بترجع حتى بتلعب وحش، قال لهم لا انا قاعد ومكمل عقدي برضو، غير كده انا مبسوط جدا، ويعني فهم بيحاولوا برضو يرادوا نفس مشكله ازارو كده اللي مع الزمالك. هنشوف الايام اللي جايه ايه اللي هيحصل مع خالد ابو طيب اللي بيتقاضى اجر كبير جدا ولم يفعل اي شيء مع الزمالك حتى الان، لكن ربنا يشفيه، برضو الراجل مصاب، فنتمنى له الخير والعوده سريعا. دي كانت حلقتنا في رزع محلي، قولي شايف الحلقة حلوة، اعمل لايك واعمل سبسكرايب وخليك رزيع معانا لو انت كنت اول مرة، تابعنا على الفيسبوك وانستجرام وطابعونا في حتة تانية ويوتيوب، لو وفتح التنبيهات وقولي رأيك في العباية، وقولي رأيك ايه موضوع رزع محلي ده، نعمله كل اسبوع ولا نركز بقى في اوروبا وسيبكوا في العشوائيات اللي احنا فيها دي، وكفاية رزع قوي لحد كده. تعال علي، تعال اكبسها لك بن، تعال ما تخافش اكبسها لك بن. فين الحلقة علي؟ فين الحلقة؟ روح هات الحلقة، روح هات الحلقة ونزلها الناس متأخرة عليهم. الجرأة حلوة.
الجراء حلو مفيش انا شايفك ما عملتش لايك. اهون عليك تهون عليا، اهون عليك تهون عليا.